حياكم الله ويانا مشاهدين الكرام في حلقة متجددة من برنامجكم العدسة، ومن خلال عدسة تتراء نقدم إليكم جميع المواضيع المختلفة والأنشطة والتغطيات الإعلامية منها الدينية والثقافية والاجتماعية وغيرها من المواضيع المختلفة. فحياكم الله ويانا في حلقة اليوم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين سيدنا وإمامنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى عن بطل من أبطال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن شاب من شبان الصحابة والذين كان لهم دورا بارزا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نحن نريد أن نتناول هذه الحلقة من زاوية نريد أن نصل من خلالها إلى هدف من هذه الحلقة. هذه الشخصية هي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، ابن خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كل من كان له عندنا يد كافأناه إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، قال: له عندنا يد يكافئها عليه الله عز وجل. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يعترف بفضل هذا الصحابي الجليل وبما قدمه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن بكر هو من أشراف القرشيين، كان راميا وشاعرا وتاجرا، وكان كذلك عنده من الصفات الكثيرة كالحلم والكرم إلى غير ذلك من الصفات الحميدة، ولا يعني غرابة في ذلك، فوالده هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. عبد الرحمن بن بكر من العجيب أنه لم تكن له السابقة إلى الإسلام، كان والده أول من أسلم من الرجال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما عبد الرحمن بن أبي بكر فقد تأخر إسلامه إلى السنة السادسة في صلح الحديبية تحديدا. وحقيقة من يسمع عن تأخر إسلام عبد الرحمن بن أبي بكر يعجب لذلك، ولا شك حقيقة أن الهداية أمرها بيد الله تبارك وتعالى، ولذلك الداعي عليه أن يدعو إلى الله عز وجل، والنتيجة هي عند الله عز وجل. ولذلك قسم أهل العلم الهداية إلى قسمين، فقالوا هناك هداية إرشاد وهداية التوفيق. هداية الإرشاد أن يتقدم الداعي إلى المدعو فيدعوه ويعرفه بالله عز وجل. هداية التوفيق كونه يوفق إلى الإسلام أو يوفق إلى الهدف من هذه النصيحة، فهذا الأمر ليس متعلق بالداعي وإنما هو بيد الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه إليه الدعوة ودعاه إلى التوحيد، لكنه أبى في بداية الوقت. بل العجيب في ذلك أن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه خرج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وأراد والده أبو بكر أن يقتله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والعجيب أن والده لم يدعو عليه بعد معركة بدر. ثم لما خرج أبو سفيان بقريش كان عبد الرحمن بن أبي بكر معهم أيضا في هذه المعركة، وخرج لقتال النبي ولقتال والده. وبعد ذلك خرج أيضا في غزوة الأحزاب لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى العداوة الشديدة التي كان يكنها في بداية أمره للنبي صلى الله عليه وسلم. كان تاجرا، وقيل أنه ذهب في مرة من المرات إلى الشام للتجارة، ووقف على ضفاف نهر من أنهر دمشق، ومن المعلوم أن دمشق هي بلد السبعة أنهر. فرأى فتاة جميلة وهي ليلى بنت الملك الغساني. ثم بعد ذلك قامت هذه الفتاة الجميلة ودخلت إلى قصر والدها وأغلقت الباب، ثم أرادت القافلة أن تعود من الشام إلى قريش. فلما ركب مع القافلة أنشد أبياتا، كان من هذه الأبيات عندما قال: تركت ليلى والسماوة دونها، فما لابنة الجودة ليلى وما لي.
وأن تعاطي قلبه حارثية أن تأم ببصرى أو تحل الجوابيع، وأن ألاقيها بلا ولعلها إذا حج الناس قابلا أن توافيها. فهو يمني النفس أن هذه الفتاة النصرانية لعلها تتحول إلى الديانة الوثنية فتحج إلى بيت الله عز وجل حيث موطن قريش فيلتقي بها في مكة. فهو يمني نفسه بهذه الأبيات التي يتغزل بها. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة للهجرة وحصل ما حصل بينه وبين الكفار عندما أراد أن يعتمر فمنعه قريش من العمرة لأنه خرج بجمع كبير يتجاوز 1500 من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وجرى هذا الصلح فجاء بمحض إرادته وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم 40 وسقا من غنائم خيبر تكريما له على إسلامه ودخوله في دين الله تبارك وتعالى. ثم هاجر بعد ذلك ولحق بالنبي ولحق بوالده أبو بكر الصديق، وأراد أن يكفر عما كان منه من قتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وأحد وفي غزوة الخندق، فذهب مع الجيوش التي انطلقت إلى الشام وقاتل في الله تبارك وتعالى وجاهد في الله عز وجل حق جهاده، وأيضا أرسله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في حروب الردة، فكان من ضمن الجيوش التي اتجهت لقتال بني حنيفة وكان على رأسهم مسيلمة الكذاب. ولما احتدم القتال بين الفريقين وكان كذلك بنو حنيفة أصحاب بأس وشجاعة شديدة، وكان هناك رجل يقال له محكم ابن الطفيل، عندما احتدمت المعركة وحصل القتل في بني حنيفة أدخلهم من باب كبير كان في ذلك المكان، فوقف محكم ابن الطفيل على الباب وما كان يقترب منه أحد حتى يقطعه بسيفه، فنزع عبد الرحمن ابن أبي بكر سهما من كنانته فوجه ذلك السهم إلى محكم ابن الطفيل فأصابه بذلك السهم فأرداه قتيلا، ثم دخل المسلمون من ذلك الباب الذي كان يقف عليه ابن الطفيل فيمنع المسلمين، ثم دخل بعد ذلك المسلمون وفتح الله عز وجل عليهم وقتل وحشي مسيلمة الكذاب وأراح الله عز وجل العبادة منه. ثم بعد ذلك اتجه إلى الشام، وذكر أهل السير أن عمر بن الخطاب أرسل إلى أبي عبيدة بن الجراح أن ليلى بنت الجودي إذا وقعت في يدك فنفلها عبد الرحمن بن أبي بكر. ولما فتح المسلمون أرض الشام ودخلوا دمشق فعلا وقعت ليلى التي كان يتغزل بها عبد الرحمن بن أبي بكر وقعت في السبي، فنفلها أبو عبيدة بن الجراح عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أيضا نجد حقيقة في هذه القصة عبرة، وهي أن الأعمال بالخواتيم، ولذلك لا تحكم على الإنسان في بداية حياته، فإنك لا تعلم لعل الله عز وجل يهدي قلبه ويختم له سبحانه وتعالى بالحسنى، وهكذا كان عبد الرحمن بن أبي بكر. ولذلك ذكر أهل السير أنه لما احتضر النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه واشتد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يغشى عليه ثم يفيق صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم من إغمائه فإذا بعبد الرحمن بن أبي بكر يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في جيبه سواك، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا السواك، فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم لعلك تريده يا رسول الله، فأومأ برأسه النبي صلى الله عليه وسلم أن نعم، فأخذت السواك من عبد الرحمن بن بكر وكان قد قضمه بأسنانه، ثم لينته عائشة رضي الله تعالى عنها بريقها ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلط ريق عبد الرحمن بن أبي بكر بريق عائشة بريق النبي صلى الله عليه وسلم، وقبض في ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. ولا شك حقيقة كما ذكرنا والله إنها لمنقبة أن يختلط
ريقه بريق النبي صلى الله عليه وسلم، فيموت النبي صلى الله عليه وسلم وفي فمه بقايا من ريق عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فانظر إليه كيف أنه تأخر إسلامه وهكذا يختم له بخير أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنه راض. فالعبرة دائما بالخواتيم، ولذلك عليك أيها المسلم أن تدعو أبنائك إلى دين الله تبارك وتعالى وتعلمهم الصلاة ومكارم الأخلاق، وإذا رابك من أحدهم شيء فلا تجزعن واستمر بالدعوة والدعاء له، فإنك لا تعلم ما الذي سيحدثه الحق تبارك وتعالى فيه بعد ذلك. أحسن الظن بالله تبارك وتعالى. إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم بإذن الله غدا في نفس الموعد، نقول لكم مع السلامة ولكم منا أجمل تحية.